يقول كونفوشيوس: لا يمكن للمرء أن يحصل على المعرفة إلا بعد أن يتعلم كيف يفكر. ويقول كارل سيغن: في مكان ما هناك شيء عظيم ينتظر أن يعرف. هناك الآن من يسهر في وسط تلك البيانات والأرقام، يحاول جاهدا أن يستخرج ولو جملة واحدة، وعالم آخر يقضي يومه بين الأدوات كي يخرج بورقة أو آلة تجعل حياتنا أفضل. ولكن قد لا يصير كل شيء كما يجب، والمحاولات الأولى عديدة ربما تحمل الكثير من الفشل. وكما نعرف، فمشوار الألف ميل يبدأ بتلك الخطوة الصغيرة، فالبداية صعبة بالتأكيد، ولكن لا نريد لليأس أن يسيطر علينا، فالعلم هو العمل الدؤوب والمتواصل. فلا مكان هنا لليأس أبدا. البحث، القراءة، التجارب هي وسائل فقط. عليك أن تتعلم كيف تبدع، عليك أن تتعلم كيف تفكر، عليك أن تيقن أن العلم جميل جدا. Like an equation, it all